صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم في هذه الدنيا ولم يسلم من أذى الناس، وهو من هو رسول الله رموه بالحجارة حتى أدموا قدميه عليه الصلاة والسلام، وقالوا عنه ساحر وقالوا عنه مجنون. فهذه الدنيا لا تصفو لأحد، هذه الدنيا جبلت على كدر، وأنت تريد صفو من الأكدار في بعض الأحيان يعني يأتي عليك يوم أنت تكون فيه من أسعد الناس، ما يجي ثاني يوم إلا يمر عليك خبر محزن أو شيء محزن فتصبح حزين. سبحان الله، والإنسان يعلم ما في نفسه. وفي بعض الأحيان يكون صحيح ما في شيء، يمر اليوم اللي بعده هو مريض. فهذه الدنيا مهما بلغت بك جميع الهموم والأحزان لا تستسلم، واحسن الظن بالله عز وجل. فوالله العظيم كلما اقترب الإنسان من الله عز وجل وجد الخير في الدنيا وبإذن الله عز وجل في الآخرة. ممكن البعض يسأل يقول يعني لي فترة في موضوع محزن ومقلقني حتى النوم ما نام زينا، هل في علاج؟ نعم في علاج، والعياذ بالله عز وجل. اسمع السناب القادمة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. والله العظيم كلما اقترب الإنسان من الله عز وجل أكثر وجد السعادة التي ليس بعدها شقاء. لذلك مهما بلغت بك الهموم والأحزان فاسجد إلى الله عز وجل. ما سجد لله عبد سجد إلا رفعه الله عز وجل. واقترب من الله وانت في سجودك أخبر الله عز وجل بجميع أسرارك التي في قلبك، فوالله ربما ما ترفع من سجودك إلا وقضى الله عز وجل عنك جميعهم.